نورتينا صباح الخير. تفضل عامله ايه؟ يعني ايهاب تعالي منك. ايهاب اليوم انت المحور كله هتعلمينا. رفض يعلمنا ان احنا نسوق ال بقول اتعلم الحناريه. انتوا هو احسن البنت انها هي تعطيك الادفايس ويعني الفكره من عندها، لانه في اشياء يعني الشاب يعطيكي نصيحه يمكن هي اصلا يعني مش لبنت او ما بتناسب بنت. كل واحد يعني له راي. كلميني عن اللبس الاول، اللبس الحلو ده. أشوف اللبس أول شيء ده يكون عملي، يعني الواحد هو عم بسوق الدراجة بده يكون مرتاح. هي الراحة أهم شيء. أنت جاينا بالدراجة؟ لا شوب يعني هلأ الدنيا شوب كتير، فالسواقة بالدراجة شوي الواحد ما بتشجع قد ما بيكون بالموسم. بس بتطلعي وداد؟ أكيد بنطلع. الواحد بيشتاق كتير، يعني لو غاب أسبوع أسبوعين بصير ما بقدر يغيب كتير. أي ساعة بتطلعوا؟ يعني بنتجمع على الساعة 4-4:30، يعني قول على 5 بنكون مشينا. ده انتو جروب بقى بنتجمع مجموعة كبيرة بنتجمع وبنطلع مع بعض. وداد عندي فضول يعني صبية حلوة مثل القمر مثلك، تسلم. شو اللي خلاها هيك يخطر عبالها انها تركب دراجة؟ اكيد هو مش عيب ومش غلط، بالعكس شجاعة منك. بدي اعرف شو الشيء اللي شجعك انك تركب الدراجة مع انها رياضة مش مألوفة كتير بالنسبة للصبايا. شوفي هي اشي يعني انا ما خطر عبالي، ما كنت احلم فيه، اشي غريب. بس هيك شيء من سنة ونص خطر عبالي اني انا حصير 30 سنة، وحسيت انه ما في اشي انا عم بعمله لنفسي، يعني شغل وبيت وعائلة واهل واصدقاء، بس ما في اشي لنفسي انا بنيته لنفسي. فخطر عبالي، ودايما يعني كنت احس انه لما بدي اعمل اشياء في اشياء يعني زي باكيت ليست او هيك شيء، دايما تو رايد ا بايك كان عليها. حلو. فقلت السنه هاي بدي اعملها، يعني انا بس كان ببالي اني اطلع رايد، يعني انه بس اطلع باسنجر. طلعت اول رايد اي ميت يو، ثاني رايد، ثالث رايد صرت انا ما عم بشبع ومش يعني بدي كمان. اي ونت مور. على الكرسي القدام مش اللي ما بدي، صرت انا اللي بدي اتحكم يعني. فقلت لا خلص، ثيرد رايد انا شفت الجو، طلعنا على الاميريتس تور وبرضه انت كنت موجود. قلت this is my style, this is I found something. يعني لقيت إشي وتحمست كتير، فقلت خلص بدي أعمل اللايسنس وبلشت على طول، ما استنيت يعني، تشجعت كتير. قبل كل شيء بسألش يعني كان الشروط اللي لازم البنت تأخذها عشان تأخذ رخصة القيادة للدراجة. أبعرف كيف يكون البروسس موجود. أنا حتى الشباب أنا ما أعرف على فكرة، تسوون تست قيادة قبل تأخذون الليسن ولا؟ أكيد كل واحد بده يعمل الرخصة لازم يفتح الملف ولازم يعمل التدريب. عندك الثيري تست والثيري لسنز اللي هي بتعطيك عن السيفتي والإنستركشنز والرولز، وهاي يعني إتس جنرال لأي حدا بسوق، يعني دراجة، بايك، باص، anything. بس هي بتخص البايك أكتر، لأنه في أشياء لازم واحد كبايكر إنه ينتبه عليها بالإنستركشنز والرولز والرود والسيفتي. إيهاب وداد أنتوا الاثنين بقى، نعمل دلوقتي مناظرة ما بينكم اتنيناتكم كده زي ما بتقولوا، تقولي لي ايه الميزه في البايك للبنات وهو يقول لي ايه الميزه في البايك للولاد، وايه الصعوبه والمخاطر للبنات وايه الصعوبه والمخاطر للشباب. اروح اقعد هناك يعني ايه رايكم؟ صح البايك اليوم شوف الصعوبه للبنت، يمكن اول شيء حسب الطول، او هي ممكن حتى الشاب يعني يشوفها. الطول بيفرق مع البايك، اذا البنت قصيره يعني يمكن تضطر تروح لبايك معين لشكل معين. وزن البايك، انت عم تحكي عن 230 كيلو البايك، فانت عم تتحكمي انت شو البايك اللي عندك؟ ما هو لانه انا ما بقدر مثلا اتحكم في 500 كيلو. شفت او في، لا انا غلط اني احكي هيك، لانه في بنات واصغر من حجمي بيقدروا يتحكموا، بس هاي مع الاكسبيرينس مع الخبره مع التدريب. بس اول بايك غير. مثل ما عم تحكي وداد، بس بدي اضيف شغله، هي نحن بس نروح نشتري بايك احنا بنفكر انه احنا معنا مصاري واحنا رايحين نشتري بايك. لا، البايك بيشتريكي. دائما تفكري حالك انه انت قويه، انه لا، بس تشوفي كيف بس تروح تشوف السياره، السياره بتشتريكي مش انت بتشتريها، انت السياره هيك بتغمز لك بالضوء طبعا بتاخديها. البايك نفس الشيء بالنسبه للبايك اكثر حتى، لانه بتحس انه هذا something very personal، يعني انت لحالك بتركبيها مش مثل السياره. هي بينك وبين البايك يعني حتصير في علاقه، يعني relationship connection. فلازم تقعدي على البايك تشوفي شو شعورك. حتى انا اللي جذبني للبايك اللي انا هلا عندي اياها هي الستوري تبع البراند، السبيريت، الكاركتر وهيك. فيعني واحد على طار الكاركتر، دائما اشوف الناس اللي يسوقون بايكس كلهم ستايل معين تحديدا. لسه جاي
شو كيف هي وإيهاب لابسين خواتم؟ في ستايل معين في يعني بلاك ليذر يعني ما بنفع نركب بالدراجة إلا وإحنا لابسين هدول الخواتم. لا هلا it's not like this يعني بس واحد بدخل جو يعني صعب إنك تضلي برا هذا الجو إلا ما تتحمسي وتفوتي فيه من لبس لستايل إكسبرشن يعني هي أنت عم بتعبري تعبير يعني فالبايك خلص إله ستايل معين بس مع إنه في بنات يعني عادي ممكن يلبسوا أي إشي وإكسسوريز بأي طريقة حتى الشباب سيفتي هلا هاي الأشياء وإحنا على البايك ما أنا ما بلبس الخواتم لأني ما بقدر أكيد إنه. واجهتك صعوبة في البداية وديت أكيد أكيد وكنت أخاف اكيد في كل ليه عم بضحك ايهاب اكيد في انا خاف من صوب سيارتي لهالدرجه ايهاب شافني اول رايد انت شفتني باول رايد انا طلعت فيها في دبي فيعني انت شفتني الواحد بيكون شوي خايف من الشارع شارع جديد it's a new environment مشيت قدامك وقت وبعدين مشيتني انا لقدام فيعني الواحد يعني بده يكون اول شيء كثير careful of the environment والشارع والسيارات والعالم فاول طلعه او اول طلعتين طلعنا والدنيا هاديه ورايقه بدون زحمه لانه الواحد ممكن يتلبك شوي وهيك دي اول شغله دائما نحن بنعانيها نحن كجروب نظرة الناس بالطريق لقلنا كبايكرز وخاصة انت كصبية محجبة وبنت حلوة عم تصدق بتحسي العالم بيجربوا يفوتوا فيكي مثلا او ما بيهتموا او بيقولوا خلص هاي بنت خي على الدراجة ما يبين على الخوذة ما يبين انت شفت اكتر من منظر حتى احنا مرة كنا طالعين على خرفك كانت تتذكر I think او مش عارفة وين كنا طالعين مشوار والسيارة شوي وده تفوت في البايك وهم يعني مش ما مش مش يعني مستوعبين انه هذا خطر لإلي ولإلهم ففي ناس بتتحمس بس بتقرب كتير ممكن يعني تعمل جو مثلا في ناس بتحمسوا كتير يعني يصوروا بدهم يصوروا او في بتشوفي مرات البنات بينزلوا الشباك وبتحمسوا وبشجعوا بنبسطوا يعني لانه ببين اني انا محجبه ومغطيه يعني انه واضح يعني فهذا الاشي بحب انه يبين لانه يشجع غيري يعني الواحد ممكن يحس البايك مش لبنت محجبة بس بالعكس الحجاب بالعكس البنت دايما فيها تعمل اي اللي شيء اللي بالهيام يعني ما بعمنا شيء الحجاب انا لفتني شيء علم الامارات وبريطانيا وفلسطين هل بيعنوا شيء معين ولا بس بتكون مثلا انت شو حابه تحطي احنا كبايكرز احنا وي ار يو اي اي بايكر يعني وانا كمان بالنسبه لي العالم بيعني لي مش بس اني بس باليو اي ريسبكت ريسبكت احترام وبعدين حب للبلد وحب انا اصلا عشقت البايك هون فانا هون بدت قصة الاكسبيرينس الرومانس تبع البايك بريتش اي ام بريتش انا من مواليد لندن وسكنت هناك ودرست وكملت دراسه وبعدين جيت واشتغلت هون والاصل فلسطينيه حلو يعني فلسطين اللي طلعت هو الجاكيت والبايك هي ايدنتيتي يعني هي انت عم تحكي عن نفسك في هاي الاكسبرشن نحن بس كفي الباتشز تبعها كل شخص بيكون فيه له الاسم الوظيفه البلاد تايب ان كيس صار في حادث او شغله مش حيكون الزلمة لا قدر الله ممكن يكون غايب عن الوعي فبنعرف شو فئة الدم من المعلومات الموجودة نعم شو مكتوب على الجهة الثانية ميديا أوفيسر أوكي واللي فوق ممبر ممبر حلو ميديا أوفيسر يعني أنا لما بكون بالرايدز أنا بصور وبعمل فيديوز وبركبها بعض عشان منحطها على الإنستغرام لحتى نورج العالم إحنا شو منعمل وليه منطلع الرايدز وشو منسوي مع يعني انت حمستينا جدا الصراحه انا حاسه دلوقتي انه انا اطلع اجر البايك انا هلا اول ستيب اطلع ورايد وشوفوا يعني الواحد بيتفاجئ كنت صغير انحرقت بالقزوز مال السكن الموتور من ذاك اليوم حرمت اركب هذا صارت اكيد بتصير مع كل واحد يعني كل واحد بمر بهاي الحرقه وبتعلم منها يعني انا كمان وتعلم لحد هذا اليوم ما تروح انا البوت كمان انحرق يعني لاني ما كنت منتبهه انه قد ايه انا قريبه من الاكزوست هون بنحكي عن قصه السيفتي ويلا اوكي يمكن مهند حرق اجره لانه ما كانش لابس سيفتي قد ايش مهم السيفتي بحياتك بالتياب اهم شيء انه الواحد يعني ما ياخذ اني ريسك يعني شو ما كان عم بعمل سبورت هواية خاصة بالبايك يعني فيها ريسك وفيها دينجر يعني أكيد يعني الواحد not in the safest environment بس مع هيك بقدر يعني إنه يعني يلبس لبس معين إنه يحمي البوت جسمه لازم يكون البوتس يعني فوق الأنكل إنه لو صار إشي إنه الواحد الأنكل تبعه بيكون محمي يعني أنت عندك exposure كتير بالأكزوست وعندك الأرض كمان غير هيك الواحد يعني
الهلمت اكيد اكيد يعني الهلمت دائما موجوده، الجلافز، كل هاي الاشياء بتحمي اجزاء من الجسم. غير هيك اللبس اللي بيكون مرات فيه بادينج للسيفتي وهي الاشياء، او الماتيريال اللي هي اصلا ما بتتمزع لو انه الواحد وقع او هيك. احنا هون الشوب شويه، فمرات يعني ما بنقدر نلبس الفول سيفتي اللي هو للجسم، بس هي برضو هاي نفسها سيفتي، لانه اذا الواحد بلبس كل هاي السيفتي وبتضايق او بتعب بالسواقه بيكون هي يعني هاي بتشيل السيفتي اذا هو متضايق exactly. من اللبس. مزبوط. ايهاب في سؤال بعد انا اساله دائما، السكل موتر نفسه مرات نشوفهم واقفين على عجله واحده تقريبا، هل هذا الشيء معتبر انه مثل نوع من العرض ولا هو عادي شيء طبيعي؟ ستانت يعني، هي ستانت بس هي مش سيف، وخاصه اذا بتنعمل بالشارع يعني برا. يعني اذا بده يعمل هاي الاشياء يسويها باماكن مسكره في تريننج سنترز او هيك شيء، بس احنا يعني وي جست رايد اون تو ويلز. يعني هي بالها توازن ولا طبيعه الموتر عادي يقدر يوقف؟ لا هي سكيل، هي فيها تكنيك، فيها توازن، فيها بالانس، فيها يعني الواحد اللي بيعملها بس يعني بتدرب. البايك وزنها 200 و300 و500 كيف فيك وبرفعوها؟ برفعوها كيف؟ ممكن بنت كمان ترى فكرت تخوفونا في الشارع لما اشوفه؟ انا اخاف والله، اخاف انه ينقلب ويطيح علي. لازم يسيروا بالشارع، هيدي مسج بدنا نقوله، خطر هذا الشيء، خطر بالشارع. مثل ما كنا عم نحكي على التقحيص هذيك اليوم، في سيركوي مخصص لهالمواضيع. للاسف في ناس كثير بتطلع لبرا وبتنبسط وبتتهور وبتعملها، نحن ضد هذا الشيء. احنا بكون جروب منظم، في اوفيسرز، في سيفتي، في مارشلز، لانه يكون نسبه الحوادث تقريبا صفر. الحكي اللي انت عم تقوله عنه هذا ممكن يصير بمحلات مخصصه له، احنا نحط تحت 1000 خط ممنوع تعملوا هدول القصص بالشارع. تفضل. كنت بس عايزه اسالكم، انكم انتم ادرى مننا واعلم مننا في الموضوع ده، في شخص مثلا ما بينكم في الجروب مسؤول ان هو يتشيك الجو النهارده يكون عامل ازاي، في مطر، في حر، في شخص تاني مسؤول انه يا جماعه كلوا كذا او ما تاكلوش كذا، الاكل ده مناسب، الاكل ده مش مناسب؟ فكرتك بحاجه انت بتضحكي. بناكل براتا دايما. لا هم اصحاب البايكس يتجمعون كلهم مع بعض في كافيه معين، انا ما افهم هالشيء. دايما حتى ادخل كافيه معين اشوف كل اصحاب البايكس موجود. راح يكترش اكل مثلا قبل البايكين، كان يتعب وهو عم بيسوق يعني. في اشياء هيك، بس لا، في رود سيفتي وفي تيم وفي فريق يعني بنسقوا كل شيء، وكل شيء بيكون بلان من قبل بوقت، وبيكون اورجنايزد يعني فور سيفتي، فور اورجنايزيشن، فور فن يعني، الواحد لحتى يستمتع وما يتضايق من اي شيء. والجو اكيد بتحمس الواحد يطلع بالشتاء مرات يعني. في ناس شويه ممكن ما تبقى ظريفه، هي بتسالك او تقول لا يا عمي ده العالم فاضيه، دول معاهم فلوس يعني بسطوا، بترد تقول ايه ساعتها بقى؟ رد مثلا خصوصا انت هوايه يعني، مثلا دوكي كابينت قالوا لك انه انت كابينت كيف تركبي دراجه كمان، كيف بتردي عليهم؟ انا ما مر علي كثير، لانه بالعكس الناس عم بتحب انه تشوف إشي غير، وإشي انه بنت متحمسه ومتحجبه وما عم تمنع اي إشي، ما تخلي اي إشي يمنعها انها تركب البايك. يعني at the end of the day هي هواية، وفي كتير هوايات يعني زيها زي سبورت يعني، رياضة، سبورت، هواية، كل واحد لنفسه بيعمل شغلة، وهي هاي مثلها زي أي شيء تاني. حمستينا والله. عندك جروب بعرف إنه بتطلعي معهم تتحمسيهم أكتر للصبايا، كلهم صبايا؟ في جروب للصبايا بنتجمع، يعني احنا بنحب نشوف بعض، نطلع مع بعض. مشاويرنا يمكن غير عن مشاوير الشباب، هم بيطلعوا بحبوا البراتا، احنا بنحب مثلا نروح نشرب قهوة محل تاني. الله، يعني تروحوا تشربوا قهوة على البايك؟ بنروح طلعات معينة، انه مثلا يوم صبايا احنا رايحين نشرب قهوة عند كذا كذا، بنروح عند كذا شخص نشرب قهوة عندهم، او بنطلع مشوار تاني، بنروح اوتيل وات ايفر، يعني لنا جونا. بس عندي سؤال اخير، قد ايه اخذت معك لاخذتي الرخصه؟ لانه بصراحه عم بفكر بالموضوع. الواحد فيه يدرب ب 2 ويكس ياخذ الرخصه، من 2 ويكس ل 2 مانس حسب الوقت، قد ايه انت عم تعطي وقت. تسوي بسكليت؟ طبعا حريفه بسكليت، وبشل عتايه كمان. ترفعيها طبعا. ثانك يو داد، شكرا كثير، انبسطنا انبسطنا احنا كلنا، انا بشوف نورتينا، الله يخليك، شكرا كثير. كثير حلو انه نخبر الصبايا والعالم انه في بايكرز بنات موجودين على الطريق، اكتبوا عليهم، اكتبوا علينا، تشجعوا، ما تطلعوا باسنجرز معنا، روحوا اعملوا دفتر. لا انا اكيد ايهاب دايركتلي رايحه اخذ ليسن، واكيد رح انضم لجروب الصبايا. خلص مستناكي نورتينا اكيد، وانا اللي رح اجي لعندك واقول لك بليز وداد علميني كيف اعمل بلان. اكيد اهلا وسهلا باي وقت. رح نطلع بريك وراجعين لك يا حلوه. ثانك يو.